ما شاء الله. طيب الأسد عايز إيه؟ الأسد انتظر العلاقة دي أو إتمام العلاقة دي لفترة طويلة جدا، كويس؟ نفسه تتم بقى، ده حاجة هو اشتغل عليها بقاله فترة ونفسه يوصل لنتيجة مرضية، حقه، نفسه ما يبانش ضعفه، هو حاسس ان هو ضعيف في العلاقة دي، ودي مش عادة الأسد، فعمال يكابر ومبين نفسه ان هو يعني تمام، بس هو مهزوز جامد. العلاقة القراية تنطبق على المتجوزين كمان، يعني المتجوزين شايفين يعني نفسهم يجنوا ثمار العلاقة دي أو الجواز ده، ونفسهم يبانوا إن هما مش فارق لهم وإن هما أقوياء جدا. شايف شريكه إزاي؟ شايف شريكه ده هانج مان، صابر أو منتظر شيء. أوكي؟ شريكك بقى، بص الأسد طلع له فين؟ نفسه يروضك، نفسه يروضك، هو الأسد بعينه واقف قدامه ونفسه يروضك، نفسه يعرف ازاي يتحكم فيه ويسيطر عليه. نفسه في ايه كمان اللي لسه ما ارتبطوش؟ نفسه يبتدي معاك عيلة. اللي ارتبطوا نفسه العيلة تبقى بالشكل ده، أب وأم في مكان حلو ومستمتعين بوقتهم، ولادهم بيلعبوا وراهم، الصورة اللي هي الأيديال للزواج السعيد. شايفك ازاي؟ شايفك مسيطر عليه، بصوا ده قائد العربة، هو اللي بيقود المسيرة. تمام؟ قلنا الموضوع ده بالنسبة للبنات، يحاولوا البنات الأسد، أنا عارفة إن ده طبعكم وأنتم مولودين بيه، بس حاولوا ما تبينهوش أو حاولوا تخفوه شوية قدام الشريك بتاعك، لأنه ما ينفعش إن أنت تسيطري على العلاقة وتمشيها طول الوقت، فاهمين قصدي؟ هي صعبة شوية للأسد، البنت بتعاني شوية مع شريكها، بس الشريك شايفك مسيطرة على العلاقة، والعكس برضو لو الأسد هو الرجل. يعني الطاقة ما بينكم حاجة يعني غريبة جدا، بس التفسير الوحيد ليها انه انتوا ادمنتوا بعض، يعني قضيتوا مع بعض مدة كافية انه ما تقدروش تبعدوا عن بعض خلاص، ادمنتوا بعض وواخدين العلاقة كده زي ما هي، مش فارق معاكوا بقى، يعني هو انت مسيطر عليه، ما مكبر دماغه، مش قادر يبعد عنك، ما يقدرش يبعد عنك او عنك، وخلاص هي كده، متقيدين بسلاسل زي ما انتوا شايفين كده، متقيدين بسلاسل لبعض، ما ينفعش تسيبوا بعض. حاجه حلوه قوي. الشهر ده العلاقه قويه، بس هي فيها شويه ايه، يعني ما فيهاش مشاعر جامده كده ودلع وحاجات كده، بس هي قوية العشرة ما شاء الله، يعني واخدة دور جامد، ان علاقتكم ما شاء الله ما بتتكسرش، ما فيش حاجة بتأثر فيها. ارتباط اكتر الشهر اللي بعده، بس فيه بقى ايه، رومانسية شوية، لا فيه رومانسية كتير بجد، والله ما مركزة خالص، يعني مش مركزة انا بقول ايه، بس شوفي بقى الموضوع ماشي معاكم ازاي. كمان مدة صغيرة في حد هيقدم لحد حاجة، الشريك حد من الشركة، يعني واحد حد هيقدم لحد حاجة حلوة، يعني حاجة هو كان منتظرها وكان نفسه تتم، بنتكلم في غصون شهرين ان شاء الله، حاجة هو كان مستنيها، يمكن ده يكون الحاجة اللي كان الأسد مستنيها بقاله فترة ونفسه تتم على خير. القراية تحفة، انا اول يعني اشوف الكارت ده بالطاقة ما بينكم، انتوا ادمنتوا بعض يا جماعة، انتوا ما تعرفوش تستغنوا عن بعض ثانية. قرايه حلوه قوي قوي للعلاقه العاطفيه بجد، ما شاء الله عليكم، حاجه تحفه. اوكي تعالوا نشوف ايه الاخبار. العقرب امتى؟ نبيل العقرب لسه متقال قريب، هتلاقيه موجود في الصفحه، هو اللي على طول كسبنا. معلش معلش معلش، يعني تلاقي بس هما اللي في الصفحه الجدي اكتر، معلش. اسلام انا كل يوم بقول برج واحد بس، النهارده الدور على الاسد. يو ار رايت، 1 0 كتير قوي. ثانكس يا منى، ثانك يو حبيبتي، وانا بحبك يا سلمى جدا، والله فعلا تمام يا ابو خالد. اوكي ايوه زي ما قالوا لكم راشد، الشير واللايك يا بناتي ويا اولاد، يلا
برنسس. تمام، very nice. دي المجموعة الأولى يا هدير، اللي هي بتبتدي من 22 يونيو لحد 30 أو 31 يونيو، لو هو 31 يونيو يعني. عليا وخاتم سليمان. أوكي ماشي يا مروة، يعني كلنا مستنيين. الموضوع صعب جدا، ليه؟ ده الموضوع جميل، أنا شايفة الموضوع حلو قوي. أوكي ما أنا بهرب. بتهربي من إيه يا لينا؟ إزيك يا لينا؟ حاجة ما تجيبي كارت، لأن عندي مشاكل كتير في حياتي، تعبانة جدا. سلامتك يا صافي، هسحب لك يا حبيبتي كارت بعد ما بخلص القرايات. بنقعد بقى في آخر اللايف كده 10 دقايق نسحب كروت، قولي لي إيه الموضوع وأسحب لك كارت. طيب يا هشام بشكرك على النصيحة، ويعني بليز خليها لك. أنا جوزي هكا بعض. حبيبتي ربنا يخليكوا لبعض. الفلوس يا محمد ما فيهاش تحسن الفترة دي، الشهر ده، الشهر ده أنا مش شايفة تحسن، والله أعلم، يا رب أكون غلطانة وربنا يرزقكم من واسع إن شاء الله، بس ما طلعليش الكارت ده. I'm sorry. أوكي. أوكي. هو ما بيرجعش ليه؟ هنشوف يا هدي في رجوع ولا لا. على فكره الكارت الاخير اللي قلت انه حد ان هو بيقدم لشريكه حاجه، ده ممكن يكون رجوع لو كان حصل انفصال فعلا. بشكرك يا مريم، كذب المجنون وصلته فعلا. ميرسي يا دودو، ميرسي يا روح قلبي. حاجه مخوفاني، هنتظر عليها. تمام حاضر يا مروه، كلمت صاحبه. بشكرك يوسف حقيقي، ميرسي يا مامة لوجي. طيب خلينا نشوف بقى ايه المجموعة الثانية. المجموعة الثانية بتبتدي من 1 لحد 10 أغسطس. طيب المجموعة التانية إن شاء الله فيها تطور مادي، بس بعد شوية معاناة. أوكي طيب لنشوف. يا رب يلقط 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 خلقت. الأسد إن شاء الله جاياله إما مكافأة في عمله أو فلوس كان مستنيها، فلوس ورث، حد بيديله فلوس، حد كبير بيديله فلوس، أب أم تدي لولادها، في فلوس جاية لك من حد، أو حد ذو يعني مقام عالي يعني بيدي لك مبلغ مالي. في باب رزق جديد أو رزق من حيث لا تحتسب، حاجة ما كنتش عامل حسابك عليها، فلوس أنت ما كنتش عامل حسابك عليها، إن شاء الله جاية لك. بلاش أسميها فلوس، خلينا نقول رزق. ورزق ليه اشكال كتير، المهم انها حاجه جايه من عند ربنا وهتيجي في وقتها. كويس؟ وهنقول بقى الحمد لله وهنشكر ربنا وحاجه حلوه قوي. الحاله الماديه لسه طالعه نازله، مش مستقره زي ما انتم شايفين. خلي بالك من الصرف واعمل خطه وما تصرفش غير في الحاجات المهمه فقط. طيب في صراع هنا داير، في حاله دفاع عن النفس. الاسد بيدافع عن نفسه في حاجه، حد بيتهمك بحاجه وانت بترفض تقول لا ما حصلش انا ما عملتش ده مثلا، او حاله منافسه شديده جدا. اوكي الكارت ده نصيحته ليك، اثبت مكانك يا اسد، ويعني واكسب ارض، اكسب ارض، ما تتراجعش. لو كسبت معركه كمل، ما تتعبش وتقف، يعني هتكسبها ان شاء الله هتكسبها. في عندنا موت لشيء وولاده شيء جديد. موت لشيء مش موت شخص خالص خالص، مش شرط خالص انه يكون موت شخص، بس ده المفروض ده الموت جاي هيقضي على حاجه، باي باي، بس في شمس طالعه وراها. يعني مجرد ما الحاجه دي هتموت الشمس هتطلع بعدها، في حاجه جديده هتظهر مكانها. الموت ده ممكن يكون موت معتقد، ممكن يكون موت فكر، موت عاطفه، في حاجه عندك هتروح ويحل محلها حاجه ثانيه، في عمليه تحول هتحصل. أثرها عليك هيكون إنك عايز تبعد عن المشاكل كلها، هتبعد عنها وتديها ظهرك وتمشي.
الكارت ده كمان ليه معنى انه في ناس بتعتمد عليك يا اسد، انه انت الامان ليها وانت اللي لازم توصلهم، تعدي بيهم لبر الامان، في مسؤوليه عليك، او انك انت زي ما قلت لك خلاص قررت تبعد عن المشاكل وتمشي، وشكلك مش هتمشي بس وتبعد، ده في سفر، انا شايفه انه في سفر، سفر طويل، هتبتدي حاجه جديده خالص. طيب تطور مادي ان شاء الله هيحصل، افتكر ده نتيجة السفر، ان انت هتعمل حاجة، شكلك هتعمل حاجة مختلفة، حاجة انت ما عملتهاش قبل كده، الحاجة دي هتخلي عندك الحالة المادية تتطور وتنتعش. زي ما قلنا انت في حرب او في حالة دفاع عن النفس، زي ما قلت لك حالة تحول هينتج عنها ندم، هتبقى ندمان. افتكر انا عرفت ايه اللي هيموت، ثقتك في شخص معين، في شخص معين انت هتفقد الثقة فيه، وهتنغمس في ذاتك، وهتبقى يعني حابب تاخد جنب، ومش عايز يعني مش عايز تكلم حد، ومش عايز تشارك حد همومك، ودي عادتك يا اسد، بتاخد جنب، ما بتحبش تشارك حد همومك، ما بتحبش حد يشوف ضعفك يعني، فانت حاسس بخزي، وحاسس ان انت اتغدر بيك. ماشي سوري، بس ده اللي انا شفته، يا رب اكون غلطانه. بس الحاجه الحلوه بقى، الحاجات الحلوه خليني اعيدها عليكم، ان شاء الله في مبلغ مالي هيجي لنا، في رزق هيجي من ربنا، حاجه انت كنت مستنيها هتيجي في وقتها ان شاء الله، الحاله الماديه سو سو بس مش كتير، هتتحسن وهتستقر، دي حاله استقرار اكتر منها حاله تطور، حاله استقرار مادي كويس. في حرب دايره، في عملية تحول هتحصل هينجم عنها زي ما تقول صدمة بسيطة كده، زعل، هتبقى مصدوم شوية، واخد جنب، بس هتقرر تبعد عن كل المشاكل دي، سيبها وتسيبها.